السلام عليكم، سيبا معاكم من The Bite of Delight. فيديو النهاردة الفيديو المنتظر اللي وعدكم بيه بقالي فترة. ان شاء الله هنعمل مع بعض عجينة السمبوسك الخطيرة. قعدت ابحث كتير جدا واجرب فوق العشر وصفات عشان اوصل لها، وعرفت مكونات العجينة اللي بتتباع في الاسواق، ورحت مخترعة منهم الوصفة دي جاية لكم بيها بقى عشان تعملوها في البيت وتوفروا ان شاء الله، لان سمعت ان الاوراق السمبوسك غليت شوية في مصر. اتمنى تستمتعوا بيها جدا وتفيدكم جدا. ما تنسوش تبصوا اسفل الفيديو في صندوق الوصف للوصفة المكتوبة. اول حاجة في طبق انا حاطة كوباية من الدقيق المنخول، وهحط عليها رشة ملح ومعلقة كبيرة من زيت جوز الهند او الشورتنينج اللي هو الدهن النباتي الابيض، وممكن برضو تستخدموا الزيت او الزبدة، بس بفضل تستخدموا للوصفة دي انواع الدهون اللي في درجة حرارة الغرفة بتبقى متماسكة، ما بتبقاش سائلة ولا فيها نسبة سوائل. ده سر نجاح العجينة، بتفرق قوي في القرمشة بتاعت السمبوسك وجودته. وهدخل زيت جوز الهند بإيديا كده، أفركهم كويس قوي مع الدقيق بالشكل ده، وبعدين هضيف نص كوباية مية بالتدريج، ولاحظوا اني قلت بالتدريج لانكم ممكن ما تستخدموهاش كلها، وهحط معلقة صغيرة من الخل، ونعجن ونجمع العجينة على بعضها زي كده. بتبقى مشطرية ولا جافة، بتبقى وسط. وبعد كده بقسمها لأربع كرات وبغطيها وبسيبها في طبق على جنب تقريبا ساعة. هبتدي ان انا افرد كل قطعة لوحدها زي كده. وبعدين هحط كل قطع على التانية وهدهن ما بينهم زيت، وهرش ما بينهم برضو نشا. هريحهم على جنب متغطين شوية لمدة تقريبا نص ساعة، وبعدين هفردهم بالراحة بضغط بسيط جدا زي كده لقطر 30 سنتيمتر، مش رفيعة قوي علشان نعرف نفصل الورق من بعضه بعد كده. وفي طاسه غير لاصقه هسخنها كويس على نار متوسطه، وبعدين هوطي النار خالص، وهحط العجينه دي او اتنين بالكتير لحد ما لونها اتغير وتمسك نفسها شويه، ما تبقاش عجينه طريه زي اول ما حطيتها. هقلبها وبرده هخليها تستوي ثواني كمان على الناحيه التانيه لحد ما تتماسك برده، وبعد كده هشيلها وهفصل الطبقات من بعض. وممكن كمان تفردوا كل طبقة لوحدها وتسووها بنفس الطريقة لثواني لو خايفين الورق يلصق منكم في بعضه. وبعد كده هغطيهم بفوطة. هحط معلقتين صغيرين دقيق وعليهم شوية مية لحد ما يعملوا خليط سميك سنة، علشان نقفل بيه أطراف السمبوسك ونلزقه في بعضه قبل ما نقلي. وبعد كده هقطعهم لأرباع زي كده، وهبدأ أحشيهم بأي حشوة تحبوها. أنا للحشوة استخدمت لحمة مفرومة مع شوية خضروات، وهحشيها بالطريقة دي. وهلفها وهقفلها بخليط الدقيق والمية. وهنا حابة اوريكم طريقة تانية، هنعمل نفس الخطوات كلها بالظبط، بس الفرق ان احنا هنا فردنا العجينة على ورقة خبز على شكل مستطيل مش دايرة. هنقلها على ظهر صينية فرن، وهدخلها فرن متسخن على درجة حرارة 120 تقريبا لحد ما تغير لونها وتتماسك، ثواني على كل وجه زي ما عملنا على الطاسة بالظبط. وهنطلعهم ونفصلهم من بعض، وبعدين نقطعهم زي كده. ونحشيهم بنفس الطريقة. وبعدين هنقليهم في زيت سخن لحد ما ياخدوا اللون الذهبي الجميل. وحابة بقى اسمعكم القرمشة الخطيرة.
بجد طعمها يتجنن، ومش شربة زيت وأحلى من ورق السمبوسك الجاهز صدقوني. أتمنى تجربوها وتعرفوني رأيكم، وبألف هنا وشفا ليكم. أتمنى إذا عجبكم الفيديو تشتركوا في قناتي وتدعموني بأنكم تعملوا لايك وشير وتعرفوا الناس على قناتي The Bite of Delight. شكراً.